تخصيص 10,000 متر لإنشاء مستشفى العلاج الحروق بسوهاج، وأيضا افتتاح حديقة المنزلة العامة بتكلفة تقترب من 2 مليون جنيه في محافظة الدقهلية. كمان معنا مطار مرسى علم الدولي استقبل أو هيستقبل 144 رحلة طيران أوروبية خلال أسبوع، وتم فحص 1153 مريض في قوافل جامعة المنوفية، وأخبار تانية كتير في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن جامعة سوهاج أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بتخصيص مساحة 10,000 متر لتكون تابعة لمستشفيات سوهاج الجامعية لإنشاء مستشفى متخصص في علاج الحروق بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات بمدينة سوهاج الجديدة، وده ضمن بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وفقاً لأحدث المعايير العالمية. محافظة الدقهلية افتتحت حديقة المنزلة العامة بعد إعادة تطويرها على مساحة 2000 متر بتكلفة 2 مليون جنيه تقريباً. بتضم الحديقة قاعة مفتوحة للأفراح والمناسبات، وتم وضع خطة منذ عام 2020 لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة وتوفير متنفسات ترفيهية لأبناء الدقهلية. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع المقبل 144 رحلة طيران دولية أوروبية بتصل للمطار من أكثر من 12 دولة حول العالم، وبيتم تسهيل الإجراءات للسياح ونقلهم للفنادق ليستمتعوا بشواطئ البحر الأحمر. جامعة المنوفية أطلقت قافلتين طبيتين لقريتي شرانيس بمركز أويسنا ومانيا الجويدة بمركز أشمون بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة ومحافظة المنوفية، وضمت القافلة الطبية جميع التخصصات وتم فحص ما يقرب من 1153 مريض. مركز كفر الدوار ومركز أبو حمص في محافظة البحيرة شهدوا افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة إجمالية 4,500,000 جنيه في إطار حرص الدولة على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف والجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية. محافظة دمياط أعلنت انتظام عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم، وتم وصول الكمية الموردة ل 30,885 طن بالشون وسط انتظام منظومة التوريد والتخزين ومتابعة العمل. مدينة سان كاترين استقبلت عدد من السائحين والزائرين المصريين لزيارة المقدسات الدينية والتاريخية ومشروع التجلي الأعظم اللي هيحول مدينة سان كاترين لأهم المدن في السياحة الدينية على مستوى العالم، واستقبلت المدينة 337 سائح من مختلف الجنسيات من بينهم 18 زائر من المصريين، وذلك لتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر.